جزاك الله خيرا الاستاذ المسير. اولا انا ما جيتش من الرباط، انا جيت من ولاد الحاج، انا ولد ولاد الحاج. واكثر من هذا، اكثر من ولاد الحاج ولد ولاد شاكر، دونك ما انا ولد البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سعيد جدا 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 ان اتواجد بين عائلتي واسرتي العزيزه في مدينه الراشديه. كل ابناء وبنات الراشديه هم اخوتي وانا ابنهم، وهذه بلدتي. اما الرباط فمكان العمل فقط. فانا قادم من ولاد الحاج وانا ابن انفوس اميس نفوس ادغيغ امازيغ ادغيغ اميس الراشديه. تحيه للتنسيقيه المحليه لنصره قضايا الامه. اليوم مدينه الراشديه وكما هي دائما تأبى إلا أن تسجل نفسها واسمها في قائمة المدن الحرة في المغرب وفي العالم، التي انتفضت من أجل فلسطين، من أجل القدس، ضد الصهيونية، ضد الاستعمار، ضد هذا الطغيان الذي يريد أن يستبيح الأمة ويستفرد بها ويقطعها إربا إربا، ثم ينتزعها منها قلبها الذي هو بيت المقدس، الذي هو المسجد الأقصى المبارك، مسرى رسول الله ومعراجه إلى السماء. مدينة الراشدية مدينة المقاومة والجهاد، عاصمة الجنوب الشرقي، عاصمة المقاومة في جبل بوكافر وفي موقعة بدو وفي تناية يعقوب وقوافل الشهداء ضد الاستعمار. لا يمكن لهذه المدينة أبدا ومطلقا إلا أن تسجل نفسها على خط المقاومة، خط المقاومة من أجل الوطن. دفعت الشهداء من أجل الوحدة الترابية في الجنوب، وأبناء هذه البلدة إخواننا درسوا معنا في المدارس، هم أيتام الشهداء في الصحراء المغربية، وهم أيتام الشهداء في المقاومة ضد الاستعمار. وبالتالي فنبض المقاومة هو نبض طبيعي في هذه المدينة وفي كل ربوع المملكة. ثانيا، نحن كمغاربة عندما نقف اليوم تحت هذا الشعار مدينة الراشدية تدين القرار الأمريكي الغاشم في حق القدس الشريف، و تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق. نقف تحت هذا الشعار كحد ادنى، والا الشعار اللي كان خصو يتكتب هنا والاحظ على التنسيقيه. نحن لا نتضامن مع انفسنا، التضامن مع الاخر، نتضامن مع الاخر. نحن كمغاربه لدينا الحق في فلسطين عقديا، تاريخيا، وقفيا، حضاريا، وسياسيا. عقديا لأننا مسلمون ونؤمن بأن فلسطين أرض إسرائيل ومعراج، وبأن فلسطين مهبط الوحي ومدفن الأنبياء وأرض خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فلسطين كانت منتهى الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ومنطلق المعراج من الأرض إلى السماء السابعة حيث فردت الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ كعمود الدين، كعنوان الانتماء لهذه الأرض ولهذا الكون، وليس فقط للأمة الإسلامية. الصلاة عنوان علاقة بيننا كبشر مع الله سبحانه وتعالى. فردت الصلاة في السماء السابعة ليلة المعراج، وصلى رسول الله محمد بن عبد الله إماما عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى المبارك، ودخل إلى المسجد من الباب اليماني. وما هو الباب اليماني؟ هو باب المغاربة، هو نفسه باب المغاربة. كان يسمى باب النبي ولا يزال، لأن دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وجبريل عليه السلام بعدما ربط دابة البراق إلى حائط البراق، فأصبح يسمى باب المغاربة. هو نفسه باب النبي، لأن المغاربة أجدادنا الموحدين استجابوا للرسالة التاريخية لصلاح الدين الأيوبي الكردي المجاهد البطل. وأنا أقصد أن أقول كردي، لأننا كأمازيغ، وليسمع السامعون من يرددون أننا كأمازيغ يمكن أن نتحالف مع الصهيونية ضد ما يسمى العرب. نحن أمازيغ مسلمون عقيدة وشريعة والتزاما ومسؤولية فرديا وجماعيا، ولا يمكن إلا أن نكون منخرطين في الصراع وليس فقط متضامنين.
ويا صهيوني يا غدار، ويا صهيوني يا غدار، ومصيرك هو الدمار. ولذلك مصيرك هو الدمار. باب النبي أصبح يسمى باب المغاربة، لأن كما قال أستاذي الكريم قبل قليل، أوقفها الملك نور الدين بن صلاح الدين الأيوبي على أجدادنا وفاء لهم، عرفانا لهم، قلادة شرف وفخر لأجدادنا المجاهدين وجداتنا المجاهدات اللواتي أرسلنا أبناءهن للجهاد مع صلاح الدين الأيوبي استجابة لرسالته الصلاحية. فأوقفت هذه الحارة. ماذا كانت الجملة الشهيرة التي للأسف لا نجد لها أثرا في المقررات الدراسية ولا البرامج الثقافية ولا الأفلام السينمائية ولا أي شيء؟ قال: أوقفت غربي الأقصى إلى أناس يبطشون في البر ويثبون في البحر إلى المغاربة الموحدين. لماذا؟ لأن القدس من ناحية الجغرافية، شرقي القدس هو عبارة عن جبل الزيتون، من ناحية العسكرية، من ناحية العسكرية احنا ولاد منطقة عسكرية وكنفهموا شي شوية شي بركة، من ناحية العسكرية الجبل شبه حماية طبيعية للقدس البلدة القديمة. لكن الجهة الغربية مفتوحة، الجهة الغربية منبسط إلى حدود البحر المتوسط إلى الشاطئ، وبالتالي حماية للقدس وللمسجد الأقصى أوقف الحارة للمغاربة، لأنه كيعرفهم مزيان، كيعرفهم رجال ماشي شميت، كيعرفهم أسود في المعارك وأوفياء. ولذلك كان صلاح الدين الأيوبي يفتدي الأسرى المغاربة عند الصليبيين، أول ما يفتديهم الأسرى المغاربة بالأسرى الصليبيين، والأسرى من كافة أطياف الأمة الآخرين يفتديهم بالمال، وكان يفتدي أسرى المغاربة بأسرى الصليبيين، ويقول: هاد الناس جاوا من بعيد، جاوا من أقصى الغرب الإسلامي، ما عندهمش اللي يخلص عليهم الفدية. فلما كيطلقوا الصليبيين بعض الأسرى من غير المغاربة يردهم إلى الأسر ويقول لهم: طلقوا لي المغاربة من تمك، ما عندهمش اللي يعطي الفلوس عليهم، ما عندهمش العائلات هنا اللي قرابين باش يخلصوا عليهم. هذا تاريخنا ومجدنا. بقيت هذه الحارة عنوان جهاد وليس عنوان سياحة كما يريد المطبعون من أصحاب ما يسمى شد الرحال وزيارة القدس سياحة كما قالت منظمة التعاون الإسلامي للأسف الشديد 2016، قالوا القدس عاصمة السياحة الإسلامية، عاصمة السياحة، عيب. الآن ترامب أجابكم أيها الحكام، تريدون القدس سياحة هاو يغتصبها، تريدون القدس مجرد صور تلتقطونها كما قال الشاعر تميم البرغوثي، تلتقطون الصور مع قبة الصخرة هاو اغتصبها. طيب ما بديلكم أيها الحكام؟ منظمة التعاون الإسلامي بجميع مكوناتها عندما أعلنت أن القدس مجرد عاصمة للسياحة، ترامب أجابهم بقراره أنكم كأمة كحكم لا تستحقون هذه البلدة، هذه البلدة يستحقها المرابطون، المجاهدون، أصحاب السواعد المتوضئة، المرابطون على ثغر العقيدة، المرابطون على ثغر التاريخ والذاكرة والحق، وليس التائهون حول مسلسل السلام. قال أبو مازن قبل أسبوعين، أنا أنقل الخطاب الرسمي ماشي خطاب ديالي، خطاب ديالي واحد آخر سأتي عليه. أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية قال: انتظرنا صفقة القرن من ترامب دونالد، فإذا بنا نتلقى صفعة القرن. طيب يا أبا مازن، يا عباس، طالما تلقيت الصفعة وطالما أن الحكام من خلالك كمسؤول رسمي تلقوا أيضا الصفعة، هل أجسادكم ميتة؟ هل أرواحكم انتزعت وبالتالي لا تستجيبون لألم الصفعة وتوقفون هذا الضياع، هذا ما يسمى المبادرة العربية وحل الدولتين
والقدس الشرقية والغربية والسلام خيار استراتيجي و إلى آخر 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 آخر. مسلسل طال 40 سنة من الضياع، ماذا كان تحته؟ آلاف المستوطنات، التطبيع، التطبيع، التنسيق الأمني المدان، التنسيق الأمني الخياني، ابتزاز غزة ومحاصرة غزة والتحالف مع الكيان الصهيوني في 3 عدوانات ومحارق على قطاع غزة. هذا خطاب لنظام السياسي العربي، لأن نتنياهو في 2014 في رمضان 52 يوم من المحرقة، 52 يوم، أي شعب يصمد؟ أي شعب يصمد؟ قطاع غزة شحال في هذه المساحة؟ 40 كيلومتر على 12 كيلومتر، مستطيل بحال هذه اللافتة، مستطيل 30 كيلومتر من هنا للربيت واللاوفوس، ياك على 11 كيلومتر في العرض. ما كاينش الجبال، ما كاينش الوديان اللي من الناحية العسكرية يمكن استثمارها كمخابئ وملاجئ ومناورين، لا، قطاع غزة منبسط. كيف لهذا الشعب ولهذه المقاومة أن تصمد 52 يوم 52 يوم، مئات الطلعات الجوية بالإفسيز، آلاف القذائف، وتحية إسلامية بلا شعارات، بلا شعارات، والحصار على معبر رفح، والابتزاز السياسي من جامعة ما يسمى جامعة الدول العربية، ويصمد هذا الشعب ولا يخرج إلى الملاجئ. يجب أن نسجل هذا الموقف. معركة الفرقان في 2008، حجارة السجيل 2012، والعصف المأكول 2014، والقادم إن شاء الله تحرير فلسطين. هم يقولون لنا نلتقي مع المقاومة، لا نخفيها، نلتقي مع الكتائب ونتواصل مع المجاهدين. حقنا أن نتواصل مع المجاهدين، ليس حقنا، هو واجبنا أكثر من الحق. واجب أن نتواصل مع الرجال والنساء المجاهدات الصامدات في القدس، في غزة، في الخليل والجليل ويافا وكل بقاع فلسطين. يقولون لنا اطمئنوا، نحن بخير، المقاومة في فلسطين بخير، إذا استثنينا سلاح الجو. وسلاح الجو بالمباركة العربية، وسلاح الجو بالدعم الأمريكي، بالأباتشي والإف سيز وما هلما جرى من الأسلحة الفتاكة، آخر ما صنعت الترسانة الأمريكية التي قتلت بها أحمد ياسين رحمه الله. أباتشي تقصف مقعدا تجاوز 60 صباح الاثنين بعد صلاة الفجر خارجا من المسجد. من انتصر في هذه المعادلة؟ هل الأباتشي أم المقعد أحمد ياسين؟ المقعد أحمد ياسين طبعا. قمة الترسانة الأمريكية في الأباتشي تقصف مقعدا، وتقصف أيضا مؤخرا في ثورة القدس الشهيد إبراهيم أبو ثريا الذي زحف. أيها الحكام، كم يساوي كرسيكم بكرسي أحمد ياسين وكرسي إبراهيم أبو ثريا؟ كم يساوي؟ أية معادلة هذه؟ إنها معادلة الشهادة في سبيل الله، إنها إرادة الموت، إنها إرادة الاستشهاد، إنها إرادة الحق مقابل إرادة الباطل والطغيان. هذه هو صراع إرادة. ولذلك صمد الفلسطينيون عندما باعهم العرب الحكام. طيب اليوم ولا يزالون يرددون حل الدولتين والقدس الشرقية والقدس الغربية. أيها الحكام، وطبعا أنا أعلم أن هذه الرسالة تصل من الرباط إلى جاكرتا، نحن مسؤولون. خطاب المحاباة والمجاملة، ترامب رفضه هذا خطاب المجاملة، ترامب رفضه، ها، والملك أرسل رسالة إلى ترامب قبل القرار 48 ساعة، واستدعى أعضاء مجلس الأمن السفراء في الرباط، وكان قمة في القرار في الموقف السياسي بالنظر للسياق السياسي العربي والإسلامي المتردي الذي استثمرت فيه أمريكا والعملاء من الحكام.
لصناعة الطائفية والعرقية وحصار بعضنا البعض. ورأينا حصار قطر في رمضان، ونرى حصار غزة وما أدراك ما غزة، سبحان الله. ونصنع الفتن في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، ونمول انقلاب مصر بملايير الدولارات، ها؟ ونصنع الدواعش، ونصنع الميليشيات كي نلتف على ربيع الأمة الذي انطلق في 2011 باستشهاد البوعزيزي في تونس. ثم يأتي الحكام ويتبكون على ترامب وقد أعطوه 500 مليار دولار. طيب أي خطاب محاباة نعمل؟ حتى اللي بغينا نراعيو لكم شي شوية، ما خليتونا لا ما نراعيو لكم بالتمغربيت، طليتوا لنا الطين من قلب الرشيدية. نقول لحكام الأمة طليتوا لنا الطين، توتما غلوض. طيب اليوم حصحص الحق، هذه ساعة الحقيقة. ترامب، أمريكا تقول لكم ما يسمى بالكاميرا الخفية ومسرحية مسلسل السلام انتهت. ماذا لديكم؟ الشعوب في الميدان، من الراشدية إلى إسطنبول إلى القدس إلى جاكرتا إلى الخرطوم إلى القاهرة إلى طرابلس إلى الجزائر إلى تونس، في أصقاع الدنيا، بل مش غير المسلمين، الأحرار، الأمم المتحدة تصويت 128 دولة. الرسالة ديال الملك المغرب محمد السادس اللي أرسل ترامب تيقول له أنت ستعادي 1.5 مليار من المواطنين في العالم. زيادة 1.5 مليار من المواطنين في الرسالة الملكية. أمريكا الآن أصبحت معزولة وتواجه شعوب 128 دولة، تقريبا 6.5 مليار. طيب أليست هذه لحظة سياسية يجب اقتناصها واسترجاع زمام المبادرة السياسية وفرض أجندة جديدة وفرض مربع صراع جديد يعود إلى ثوابت القضية؟ القدس، اللاجئين، حق العودة، فلسطين التاريخية، أليست هذه مناسبة أيها الحكام؟ طيب الآن بضاعتكم بارت، التطبيع، أختم بالتطبيع. التطبيع هو الذي جرأ ترامب وإسرائيل كيان صهيوني على ما يفعلون، التطبيع وما يسمى السلام. ولذلك من قلب الراشدية نرفع تحية للفرق البرلمانية في البرلمان المغربي التي وقعت قبل 4 سنوات على مقترح قانون لتجريم التطبيع في المغرب، وهي الفرق التالية: حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، ثم حزب العدالة والتنمية الذي أنتمي إليه طبعا. 4 فرق وقعت على مقترح تجريم التطبيع، فقامت قيامة البعض في هذه البلد في هذا البلد قالوا لنا، وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي أشرف بكتابته العامة بتكليف من الإخوة، وهو بمناسبة مرصد مكون من طيف واسع من مكونات المجتمع، يسار، إسلاميين، قوميين، ليبراليين، وطنيين، مستقلين. أسسنا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ولتعلموا أنه أول من وقع على ميثاق الرباط لمناهضة التطبيع هو المغربي اليهودي إدمون عمران الملح. أعيد، أول من وقع على ميثاق الرباط في 2010 في ذكرى النكبة في ماي 2010 لنؤسس المرصد في 2013 هو إدمون عمران الملح دفين الصويرة، أول من وقع. لذلك حتى لا يقول البعض أو يزايد علينا البعض بموسيقى الكراهية وأننا نكره اليهود، بكلمة مسؤولة، اليهود المغاربة مواطنون مغاربة أصلاء يتساوون مع كافة المغاربة في المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات في هذا الوطن. صافي مزيان. لكن اليهود المغاربة الصهاينة المقيمون في كيان الصهيون
وهم بقرابة 800 ألف صهيوني من أصل مغربي، هم عصابة قتلة إرهابيون صهاينة أعداء. فلا يأتي مخرج غير جيروزاليم الذي أزعته الدزم قبل 4 سنوات ويتبجح علينا باسم الأمازيغية أننا كأمازيغ يمكن أن نتحالف مع الصهاينة ضد العرب. أحيي مجددا الفنان الكبير محمد أم سعود ابن تنغير ابن الشهيد سالم أم سعود، حي ابن الشهيد سالم أم سعود الذي أطربنا بهذه الأغنية للمرحوم الراحل محمد رويشة عنوان الفن الأمازيغي في المغرب حول فلسطين. خباز، هؤلاء هم الأمازيغ أبناء الموحدين الحقيقيين. فلذلك يراد أن يقال لنا وأن نؤمن أننا كأمازيغ شنو علاقتنا بفلسطين، ونحن أبناء الجنوب الشرقي. وأخبركم كمرصد لمناهضة التطبيع أن المنطقة هنا، وليعلم أصحابنا وأصدقاؤنا في أجهزة الأمن أن عليكم مسؤولية مضاعفة. صحيح أنتم حاضرون هنا لتوثيق اللقاء ورفع التقارير، جيد جدا، هذه وظيفة مهنية، كل التحية. ارفعوا أيضا هذا الكلام، المغرب مستهدف من قبل العدو الصهيوني في النسيج الاجتماعي والعرقي واللغوي والثقافي. ونحن في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لا ننفك نصرخ. والدكتور أحمد ويحمان ابن إيزل في تنجداد الذي يعتذر ما جلس لأنه مريض، أسبوع من اللقاءات مع وفد الأسرى والمحررين في الرباط، واللقاء المجاهد القائد البطل خالد مشعل في الأسبوع الماضي في الرباط، أنهك الأخ باللقاءات فتعب جدا فاعتذر. الأخ الدكتور أحمد ويحمان لا ينفك يردد باسم المرصد أن التطبيع لا يسيء فقط إلى القدس، لا يسيء فقط إلى فلسطين، حتى بالمنطق الوطني القطري المحدود القصير التطبيع يخرب الوطن. لأنه كيفاش كنتصوروا أن وفود من الشباب من بعض الطلاب، وأنا أمازيغي باش تقعد من ينوض يخوت عليه يقول له إحنا أمازيغن، أمازيغي دير والأمازيغية ملك لكل المغاربة بنص الدستور، لكن الذي يتاجر بالأمازيغية على أعتاب تل أبيب هذا خائن، هذا عميل للصهيونية. يجب أن يكون الموقف واضحا. المغرب لما صوت على الدستور في 2011 كلغة رسمية للبلد إلى جانب اللغة العربية، ولما المشرع اللي هو الشعب لما استفتي في الدستور وصوت، المشرع هو الشعب، قال المكون العبري هي كمكونات ثقافية. إذا المكون العبري اليهودي طبعا واللغة الأمازيغية. التطبيع الصهيوني يشتغل هنا. ويضيف إليها أمرا ثالثا، الصحراء، المكون العبري، الأمازيغية، الصحراء، هي 3 ملفات أين تناقش ومع من تناقش في الخارجية الإسرائيلية؟ يا أجهزتنا، يا أمننا، يا دولتنا الكريمة، تناقش في الكنيسة الصهيوني مع من؟ مع المخابرات الإسرائيلية الموساد، ماشي سرا، بتصاور بالفيديو. الأمازيغية والصحراء والمكون العبري، هذه ملفات وطنية تناقش داخل المغرب مع المغاربة بيننا في بيتنا المغربي، ماشي عند العدو الصهيوني. منذ متى كانت إسرائيل تسعى إلى وحدتنا؟ أقول لكم إمازيغن، رسالتي الخالصة الصادقة الصارخة، وليبلغ الحاضر الغائب في كل جنوب الشرقي وكل ربع المملكة حتى الريف تلزوز، الشباب الضائع، وتجولوا في الفيسبوك وتشوفوا المآسي، كيف أن الصهيونية خربت عدد من عقول شبابنا. المشروع الصهيوني يريد تفجير المغرب وخلق فوضى خلاقة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا. ورأينا كيف أن المدعو فرحات مهني
رئيس ما يسمى حكومة دولة القبيل في الجزائر، الذي للأسف 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 تم تنصيبه في مدينة طنجة 20 يوم من مر الدستور في 2011، تنصيبه ماذا؟ رئيسا لما يسمى اتحاد شعوب شمال إفريقيا. زعما تفرحت مني الرئيس ديالنا؟ ماذا فعل هذا الرئيس باسم الأمازيغية بعد 5 أشهر من تنصيبه في طنجة من طرف حزب معين؟ وانا ماشي في الحظة السياسية باش نقول هذا الحزب قلبوا باش ما تسماش علينا كنديروا دعاية انتخابية ولا تخربيق، نضرب بشكل مسؤول. بعد 7 أشهر ذهب إلى تل أبيب فرحات مهني وخطب في الكنيست الإسرائيلي وقال: جئت إلى شرفاء الكنيست، ولا الشرفة، جئت إلى شرفاء الكنيست أطلب الدعم بالسلاح والموقف لبناء دولة تمزغة في شمال إفريقيا وطرد العرب والصهيونية، أفضل لنا من الإسلام ومن الذهاب إلى المسجد 5 مرات في اليوم. الفيديو عندي نعطيه لكم، راه موجود نطلقوه دابا في الكنيست، موجود الفيديو. هذا الفرحات مهني ذهب إلى باريس. سمحوا لي لسترت في هذه النقطة لأنها خطيرة جدا، وكما قلت احنا ما كنضمنوش فقط مع القدس، احنا ننخرط في الصراع، احنا أطراف في الصراع. وحتى لما بغيناش نكونوا أطراف، العدو ما خلاناش، العدو جاي عندك ودبر راسك تخليه يفتت لك البلاد ولا تنوض تقاوم. ساختم. ذهب إلى باريس ورفع العلم جمهورية الريف قبالة لاتور إيفيل. ماذا في خلفيته؟ جمهورية الريف، علم جمهورية الريف. يعني فرحات مهني اللي نصبتوه لنا في طنجة رئيس اتحاد الشعوب شمال افريقيا، وجبتوه لنا في القناة الثامنة الأمازيغية، استضفوا الأستاذ عاصم باسم الأمازيغية ويدعو إلى الحرب على العرب. نتمنى الرسالة تكون وصلت وتعطي 54 دقيقة في القناة الثامنة الرسمية. هو كيرفع العلم لجمهورية الريف باريس، ويجي نائب السفير ديال المغرب في الأمم المتحدة، هذا كلام مسؤول يجب أن يصل، ماشي أي واحد نصفته سفير في الخارج يطلي لنا الطين في إطار المناكفة مع سفير الجزائر في الأمم المتحدة قبل سنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. شنو قال نائب السفير ديالنا تما؟ قال: نحن كمغرب ندعم حق الشعب القبيلي كشعب أصلي فعمره 3000 سنة في إقامة دولته الأمازيغية، وخاص الجزائر تعطي حق تقرير المصير. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام يا قوم؟ مباشرة 24 ساعة فرحات مهني يخاطب العاصمة الرباط، يقول له أعطيني السفارة في الرباط باسم دولة القبيل اللي رفع جمهورية الريف، اللي مشى للكنيست وقال له حسن لي الصهيونية من الإسلام. طيب كندعموا فرحات مهني احنا؟ ولذلك مطلوب الرشد السياسي والمسؤولية الوطنية الكبرى. هذا وطن، لا يجب أن نتزلف إلى الحركة الصهيونية تحت عنوان حماية الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية حميناها ونحميها بدمائنا بأرواحنا بممتلكاتنا بكل ما نملك، وهذا مش دعاية انتخابية. والراشدية كانت في مقدمة المسيرة الخضراء في 1975. في 1975 المغرب في شخص الملك الراحل الحسن الثاني تترأس لجنة القدس في جدة في السعودية. أفريل 75 كانت ترأس لجنة القدس، نوفمبر 75 كان ديروا المسيرة الخضراء. أي توأمة هذه؟ ما هذا القدر؟ أي حكمة ربانية هذه أن نجمع الصحراء مع القدس في سنة واحدة في موعد واحد؟ وقبلها ب6 سنوات 69 أين انعقدت التعاون الإسلامي؟ وأين تأسست؟ في الرباط بأية مناسبة؟ إحراق المسجد الأقصى المبارك من طرف من؟ الصهاينة طبعا بقيادة جولدا مائير. المغرب قدره أن يكون في قلب فلسطين،
وصلاح الدين الأيوبي لما منحنا حارة المغاربة أستاذي الكريم، منحناها منحنا إياها مسؤولية وشرفا وعرفانا واعترافا وإلى آخره من الكلمات الجميلة البراقة. فقدرنا أن نكون مع فلسطين كأمازيغ، كحسانيين، كأندلسيين، كأصول إفريقية، كل النسيج الوطني المغربي مع فلسطين عقيدة، تاريخا، حضارة، سياسة، قانونا، كحق قانوني يجب على الدولة أن تطالب به في الوساطة الأممية في حارة المغاربة. وقف قانوني. أختم الرسالة القانونية للدولة. محمد الخامس رحمه الله كما قال أستاذي قبل قليل لما راح إلى القدس وصلى قبل احتلالها، الله أكبر، قبل احتلالها، مناظر الأوقاف في القدس، تواصل مع السلطان المغربي محرر البلاد، طبعا مع الشعب في إطار ثورة الملك والشعب في إطار المقاومة ضد الاستعمار، فقدم له وثائق الوقف المغربي هناك في القدس وأن يتسلمها المغرب قبل 67، راه في 59 60 61 قبل ما يتوفى محمد الخامس رحمه الله. ناظر الأوقاف قال له يجب على المغرب الدولة أن يتسلم الوثائق الوقفية ويشرف على الأوقاف اللي هي حارة المغاربة الملاصقة لمسجد الأقصى والتي هدمها الصهاينة ثاني يوم بعد نكسة 67، وقتل تحت الأنقاض النساء والأطفال والشيوخ باعتراف الجيش الصهيوني قبل سنوات. ولذلك نحن كمغاربة لا نتضامن مع فلسطين، نحن ننخرط في الصراع هناك ضد الصهيونية وهنا ضد التطبيع الصهيوني حماية للأمن القومي. والسلام عليكم ورحمة الله، والله أكبر على صلاة المغرب.